الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم أيها المشاهدون الكرام، وأيامكم سعيدة بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأله في مثل هذا اليوم أن يخفف عن هذه الأمة ما أصابها من البلاء. نحن أعيادنا التي يجب أن نفرح فيها تأتي بعد عبادة، فعيد الفطر يأتي بعد أن صامت الأمة شهرا كاملا، والله عز وجل قد أعطاهم بليلة واحدة 1000 شهر، ليلة القدر. ليلة القدر، فإذا في مثل هذه الحالة خير كثير أصاب هذه الأمة في هذا الشهر، فلنفرح بفضل الله وبرحمته. وكذلك في عيد الأضحى نحن نطبق سنة أبينا إبراهيم، وعلينا في يوم العيد أن نستبشر ونفرح، لأن هذا سعة غفران، يعني لا ندري ما هو العدد الذي أعتقهم الله عز وجل في وقفة عرفة قبل يوم واحد فقط. الله أكبر. فهو قد يعتق الكثير والكثير والكثير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشمل من كان صالحا في عرفة بهذا الاعتاق، وأن يعتق رقابنا لأجل هؤلاء الذين تقبل الله عنهم وقفتهم في عرفة. أبو زكريا من كركوك، تفضل أخي الحبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. أهلا بك. ورحمة الله وبركاته. كل عام أنت بخير أخي الحبيب. إن شاء الله أحييكم وأحيي قناتكم الشريفة، وألف تحية وأقول كل عام خير على كادرها إلى الشيخ حارث الضاري وضيفك العزيز الشيخ والدكتور. الله يسلمك. عندي سؤال. تفضل أبو زكريا. يعني إحنا شلون نعيد عندنا 5 ملايين يتامى. نعم. وعندنا 1.5 مليون أرامل، وعندنا 600,000 سجين، وإحنا تحت الاحتلال يوميا، المعتقلين يوم جزاء البعث وغيره وغيره من هاي الحكومة. احنا شلون نعيد؟ احنا كيف نعيد الأمة العربية والأمة الإسلامية؟ بس احنا جوه الاحتلال، وأريد يعني قد يوم من الحكومة ينطي عفو عام على هذا المساجين الأبرياء 600,000 سجين. يا أخي العزيز أنا بقلي والله أبكي والله أبكي والله ما أقدر والله ما أقدر أتحمل. يا أخي العزيز ما أقدر أتحمل. شكرا 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 أبو زكريا، شكرا يا أخي، والله يكون في عونك. أبو زكريا، على المسلم أن يكون أكبر من مصائبه. الله الله الله، عليه أن يكون أكبر من مصائبه، فإنه أقوى بهذا، لأن أمله ليس في الدنيا وإنما أمله في الآخرة. أخي المسلم أكبر من مصيبته مهما كان. هؤلاء يريدون الدنيا ونحن نريد الآخرة، والله عز وجل يقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن قال وترجون من الله ما لا يرجون. هذا تعليل لرسول الله ولأصحابه أن يكونوا أعلى من مصائبهم. صحيح الأخ الكريم، القتل كثير والأسر كثير والسجن كثير، والاستعمار لم يبقي شيئا لهذه الأمة إلا وسلبه ويريد تدمير البلد، لكن نسأل الله عز وجل وهو أقوى منهم. هم يقولون من أقوى منا، من أشد منا قوة؟ أولم يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ الأخ الكريم أبو زكريا، نحن نكبر فيك هذه الروح الوطنية الشريفة العالية وهذه الأحاسيس الرقيقة، لكن لنا رب يسمع دعاوانا، ولذلك أكثروا من الدعاء، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. هذا هو الذي يمكن أن يكون في مثل هذه الأيام، لكن لا تذهب الابتسامة من على وجوهنا، فنحن أكبر من مصائبنا.